السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ الحمد لله، حتى انا الحمد لله، اللهم لك الحمد. مرحبا بكم كاملين فيما كنتو، في حلقه جديده، في موضوع جديد، في هذا البرنامج الجديد اللي غادي نسلطو من خلاله مواضيع كتهمنا احنا كشباب وكمجتمع بصفه عامه. في الحلقه ديال اليوم غادي نناقش معكم واحد الموضوع. احباس، اكيد عرفتوني علاش كنتكلم. موضوع اليوم هو وبكل عجاله صله الرحم. اول حاجه خاصك ديرها وضروري قبل ما تمشي عند شي واحد في هذا الزمان، خاصك تتصل به في التليفون، شوفوا واش كاين في الدار ولا ما كاينش. وليتي حتى الا بغيتي تبارك لشي واحد شي مناسبه، ولا بغيتي تعيط ليه ولا تسول فيه، وليتي كتعيط ليه غير في التليفون. يمكن يقدر يكون هذا السبب من الاسباب اللي خلى صله الرحم انها ما تبقاش كيف كانت من قبل. والمشكله كيف ما غادي دير غادي تحل، الا عيطتي ليه في التليفون غادي يبدا يوجد عليك. اما الا مشيتي حتى ما عيطتيش ليه ومشيتي عنده على غفله ودقيتي عليه باب دارو، غادي يقول لك اسيدي علاش ما عيطتيش ليا واخا نوجدوا لك غير كاس ديال اتاي. اما الا قلتي ليه سير جيب ليا كاس ديال الماء، يقول لك وهذه راه ماشي مجي عندك. حيت صله الرحم العصريه ولات كتعتمد من الدرجه الاولى على اشنو غادي تقدم لهذا السيد، اشنو غادي تحط ليه في الطابله الا جا عندك، يعني كضيفو باش يمشي فرحان. والمشكله كاين واحد العاده اللي خايبه ولاحظتها بزاف في التواخير، خصوصا من عند العائلات اللي كيكونوا قراب بزاف. يقدر يمشي يطلع على شي واحد ويتهلا فيه ويحط ليه كل ما عنده في الدار، ولكن باش كيخربقها فاش كيقول لك انا هاد السيد ما انا محط ليه هادشي كامل، والا كيجري عليا غير بالفن. وعلاش غادي تقول هاد الهضره هاد؟ ما تقدرش تحكم على نيته ديك الساعات، واش حطوا لك حيت بغى يجري عليك ولا حطوا لك حيت توحشك وبغى يكبر بيك. المهم من هادشي كامل راك مشيتي درتي الواجب مع هاد السيد وطليتي عليه كيف عامل هو وليداتو. وتاني واحد الحاجه اللي كيذكروها شي ناس مره في العام هي ملي كيتوفى شي واحد لا قدر الله وكيتلاقاو في الجنازه ديال داك السيد، ويقول لك حنايا مفرطين بزاف. لحظه التاثير وصافي، انسان حتى كيتسنى الموت او اللي توفى شي واحد عاد طيح ليه في باله على انه مفرط بزاف وخاصو يمشي يحيي صله الرحم مع الناس اللي قرابين ليه. ولكن ملي كدوز السيمانه الاولى داكشي كامل اللي تذكر في هذاك النهار كيتطبق منه غير البرد. تقدر كاع نتايا تمشي دير معاه الواجب وتمشي تطلع عليه وتدق عليه باب دارو، ولكن ما غاديش يحل لك. يقدر يطلع لك من الشرجم يشوفك بالعين السحريه وما غاديش يحل لك. انت هنايا شنو كدير؟ كتدق على داك السيد اللي حداه او لا جارو، الا بغيتيها فيه حسيفه ديال بصح غادي تمشي تدخل تشرب كاس ديال اتاي مع جارو وتبقى تسنى حتى يجي. اما الا كانت نيتك في شكل غادي تبقى مقرق لي على باب ديال الدار وتتسمع الساقطه دارت تقرب، وديك الساعات غادي يحشم بالبيان. ولكن ملي كنتلاقاو في شي مناسبه فرح ولا جنازه، النص ديال هذوك الناس اللي كتلاقى معاهم ما كتعرفهمش، ولكن هما يقدروا يكونوا كيعرفوك الا عندك شي زهر، كتبقى غير تسالم وصافي. المهم كدير المشاركه ديالك على اساس راك كتعرف هذوك الناس، ولكن في الاصل راك ما كتعرفهمش. انا حاجه وحده اللي ما بغاش تدخل ليا راسي في الصراحه هي ملي كتلاقى مع شي واحد ما شتيه شي 13 عام ولا 14 عام، كيقول لك خليتك صاحبي كنتي صغير ديك الساعات، واخا هو قدك قدو فلاش، واخا ماشي مشكل قولو 13 عام تقدر تبدل الانسان وتغير الصفه ديالو، ولكن باش يقول لك ما عرفتكش وتبدلتي في الصوره ديالك هذه هي اللي ما غاداش تدخل ليا للدماغ. هذا واقيلا يا اما تخالط ليه مع المونيكا اللي كانت عندنا في الفيترين هذيك الساعات، اولا كيسحاب ليه راسو كنت مكوفر وغادي نبقى كيف ما كنت. هادشي كامل دوزناه وكل واحد عنده حياته مشى صد ليها، ولكن كتبقى واحد الحاجه اللي ضروري خاصني نذكرها في الموضوع ديال اليوم، هي نهار كيتوفاو الوالدين لا قدر الله او جدودنا لا قدر الله، كيوليو الخوت مشاقرين على والو. علاش هادشي كامل؟ على جوج مترو ديال الارض ولا عماره فيها ثلاثه ديال الطبقات. حتى نهار كتلاقاهم القدره الالهيه وكيتجمعوا في شي مجمع عائلي، الموضوع الوحيد اللي كيوليو يذكروا ديما هو فلان دار ليا فلان فعل لي. علاش هادشي كامل؟ على والو. حتى كتولي تشوف من هذاك خوك اللي من لحمك ودمك يا اما تقضي معاه مصلحتك يا اما تشري معاه عداوتك. هادشي كامل لاش، والدنيا راها فانيه، والورث كاع الا تقسم فلوس راه غادي يطيروا في الخوا الخاوي، والخاوه اللي حدا الدنيا نهار نحتاجوها للدواء ما غاديش نلقاوها. نقطه مهمه عاوتاني هي شي واحد ملي كتجي عنده وقت الغداء، هو في الاصل الا مشيتي عند شي واحد وقت الغداء الا انك خاصك تقبل باللي كاين. يقدر هذا السيد هذا كاع يطفي على داك الغداء ديالو ويقدر يجبد اللحم من الثلج ويجبد خضره جديده ويجبد امور جديده ويقدر ينصب طاجين على قبلك نتايا، وما كانش معول على انه شي واحد غادي يجي في هذيك الوقيته، لانه اصل زياره رحيم ما عمره ما كيكون وقت الغداء الا كان عارض عليك هذاك السيد. زياره رحيم كتبدا من وراء العصر،
صلي العصر ديالك، سير طلع على داك الانسان لله في سبيل الله، دير معاه الواجب، حط لك شي حاجه كلها وقبل بها، والقلوب تبقى صافيه بيناتكم. الحلقه ديال اليوم بصفه عامه رسالات، كنتمنى انني قد وصلت الرساله كامله بخصوص موضوع مشاكل صله الرحم. عندك اقتراحات مواضيع جديده بغيتي تفيد بها هذا البرنامج، ما عليك الا تزور الصفحه ديالنا على facebook.com/techfor، او لا تضغط على زر سبسكرايب او لا ابوني، او لا تزور القناه ديالنا باش تحصل على جديد الحلقات وجديد المواضيع في هذا البرنامج. خليكم على خير. موضوع ديال اليوم كان فقط عبارة على رسالة فيها مجموعة ديال المواقف اللي كتهمنا حنا كاملين كشباب وكنساء وكرجال وكأمهات وكآباء وكعمام وكخوال وكجدود. هذا الموضوع ديال صلة الرحم راه كيهمنا حنا كاملين، كل واحد فينا خاصو يبدا من راسو الا بغينا ننجحوه. لا الناس اللي كيجيو عندنا ولا الناس اللي كنمشيو عندهم، خاص كل واحد يتحلى بالدور ديالو الا بغينا ننجحوا صلة الرحم. طلع عليه زوروا لله في سبيل الله على الهاشتاغ اللي غنحطو لتحت. كنتمنى انه يكون رساله موزعه للجميع وما يكونش فقط غير كلام مصور في التلفازه او مصور فقط على اليوتيوب.